في اربع حاجات دلوقتي في مصر متصدرين المشهد. المشهد اول حاجة وفاة الغالي الكلب شهيد الهرم الكلب ماكس، التاتو بتاع محافظ اسكندرية اللي هو شارق بيرفع الاثقال ده، ناقص بس بيفكرني بعنتر ولبلب، ناقص بس القفا. ثلاثة، السيدة الفاضلة اللي بتموت في مصر وبتحبها جدا وتقول لك لو رجعت بلدنا ممكن يعني أموت، يعني هو طبعا هنا في مصر بس هي البلد الوحيدة اللي ممكن بتعمل لها قيمة. الراقصة اللولبية الألمعية الألمازية صافي نار، بالإضافة إلى الحاجة الرابعة وهي السيدة أم رفارف الراقصة سما المصري اللي عايزه تترشح للبرلمان. هو طبعا لما تيجي تقول ان سما المصري هترشح للبرلمان والاعلام المصري، الاعلام المصري اللي ما فيش اوسخ منه على وجه الكره الارضيه طبعا، يكبر ويجسم ويهول من ترشحها للبرلمان، فده بيدل على ان احنا هنا بلد المنظومه غير محترمه، ده بالاضافه انها متهالكه، ده موضوع تاني. لان لما يقول لك اصل سما المصري ترشح نفسها الانتخابات، طب بترشح نفسها الانتخابات، هي من حقها ترشح نفسها الانتخابات، بس احنا يكون رد فعلنا ايه؟ هل نستضيفها كل يوم في التلفزيون وكل يوم الجرايد وكل يوم الويب سايتس نفتح اي موقع تلاقي سما المصري، بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها في الاول، هل ده بيدل على ان احنا دوله محترمه؟ هل لو احنا عايشين في منظومه محترمه كانت واحده زي سما المصري تجرؤ انها تترشح للانتخابات البرلمانيه؟ هل لو احنا في منظومه محترمه نجيب يبقى عندنا اللي هم الاراذل في بلادهم اللي مش لهمش اي قيمه في بلادهم، ما لهمش اي قيمه في بلادهم، زي صافي نار الراقصه دي، انا ما اعرفش صافي نار دي اصلها ايه، هي من ارمينيا انا عارف، بس طبعا هم احنا هنا في مصر بنحترمها عشان الرفارف والاقصدامات والحاجات الحلوه دي، هل دي لها قيمة في بلدها؟ اي مالهاش قيمة في بلدها، جت مصر بقى لها قيمة في بلدها، في مصر، ودي واحدة مش مصرية بقى لها قيمة في مجال الفن، ولما استدعتها النيابة راحت لابسة نقاب، هي كده يعني هي بتقول للشعب انتوا شعب اهطل، انتوا شعب ساذج ساذج، يعني لما تروح النيابة بالنقاب. احنا وعلى صعيد اخر تلاقي واحد زي الدكتور مجدي يعقوب، على فكرة ده الوحيد اللي انا بحترمه في مصر كعالم، هو ده الوحيد اللي انا بحترمه في مصر من الاسماء اللي انا اعرفها، يعني بحترمه احترام شديد. الراجل ده لا بيطلع في تلفزيون، الراجل ده لا بيطلع في اعلام، الراجل ده ما بيهموش اي حاجه، الراجل ده ساب شهرته وساب ثروته وساب كل حاجه وجاب الفلوس اللي لما عمل بيها مركز لخدمه الفقراء المصريين في اسوان ومسخر حياته علاج الناس دلوقتي. بس فيعني انا بحيي هذا الرجل اللي يخلي واحد زي مجدي يعقوب. بص بقى العكس، صافي نار دي واحده مثلا كانت بتكنس الشارع مثلا او كانت بتمسح مراحيض في بلدها، جت مصر بقت غنيه جدا واشتغلت راقصه، طبعا احنا بلد الراقصات يعني، بس عشان ما نبقاش نقعد نهرتل كتير، احنا بنخلي الراقصات قيمه، يعني اي رقاصه مش ما تتشيرش غير لما تيجي تهز الوسط في مصر. اول حاجه صافي نار تيجي من بلدها يبقى لها قيمه، الدكتور مجدي يعقوب يدرس في جامعه القاهره يضطهد بالاضافه للدكتور عصام حجي والاثنين يتفصلوا هم وبعد كده يسافروا الى الخارج، العكس بقى يسافروا الى الخارج، يبقى الدكتور مجدي يعقوب من اشهر دكاتره الطب القلب في العالم، ويبقى الدكتور عصام حجي واخد بالك من اشهر علماء الفضاء في العالم في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا في ناس كتيره زعلت منه لما بيقول لك ان المنظومه متهالكه، قال لك انا عملي في الرئاسه علمني الفرق بين الواقع والخيال والحقيقه، والحقيقه تقول ان المنظومه متهالكه. طبعا المنظومه متهالكه ليه بقى؟ لان انت عندك هنا في مصر جهل ما فيش بعد كده، التعليم من احط مستويات التعليم في العالم ان لم يكن احط على الاطلاق، العناية العلاجية برضو منحطة تماما إن لم تكن الأحط على وجه الأرض، شعب مريض وجاهل لن تقوم له دولة بالمرة، لأن الدول اللي بيقوم الدول الشعوب زي ما أنا قلت قبل كده، فأنت هنا ما عندكش الشعب يقوم دولة، زي حضرتك عندك مصنع، المصنع ده فيه مكن، المكن ده لو ما عملتلوش صيانة علشان يفضل شغال
وكل شويه عملت للسوفت ويرز بتاعته ابديت، مش هيشتغل، مش هينتج، مش هيجيب لك دخل. فبالتالي المكن هم الشعب، والصيانه هي العلم والعلاج والعنايه العلاجيه. فانت بالمره ما عندكش. انا على سبيل المثال علشان تشوف بس ان احنا شعب فعلا ربنا غضبان عليه، وان هذا الشعب جاهل وهايف، لما مات الكلب سيدات المجتمع نزلوا عملوا وقفه احتجاجيه، ولكن لما ماتت طفله اسمها منى لسه من كام يوم عمرها 10 سنين، دخلت عشان تعمل عمليه، قالوا لها اللوز باين والله حاجه كده، عمليه بسيطه جدا، البنت ماتت. يا ترى حد عمل وقفه احتجاجيه امام وزاره الصحه؟ ما حدش بالمره، ولا حد جاب سيرته، انا ما شفتش الموضوع ده، ما حدش جاب سيرته بالمره. لكن فورا الاعلام راح جايب لك وائل ابراشي، جاب لك سما المصري عشان هترشح، وراح جايب لك صافي نار. ده بيدل على انه اعلام حقير، اعلام تجاري رخيص، لا تهم سوى الفضائح، ولا يهم سوى الدخل، ولا هم سوى الاعلانات زي ما قلت قبل كده، بامبرز واولوز والكبوت وتايجر كينج والحاجات اللي توقف الزغلول والحاجات اللي تتخن الزغلول والكلام ده، بس ما يهموش غير كده، عشان بس نكون واضحين. ودخلهم طبعا اللي يعد بالملايين زي قبل كده. حد جاب سيره البنت دي؟ هل تم تحقيق في الموضوع ده؟ وما نتيجه التحقيق؟ زيه زي مواضيع كتيره جدا في مصر. احنا عرفنا في مصر نتيجه تحقيق الاتوبيس بتاع الاطفال اللي كان طالع رحله من البحيره ودخل، والسائق عشان كان مخمور دخل، بيوزر بيقول دخل في عربيه نقل اللي هي كانت محمله مواد بتروليه والاطفال كلها اتحرقت وماتت. هل حد اتحاسب؟ هل وزير المواصلات اتحاسب؟ هل وزير التعليم اتحاسب؟ ولا اي حاجه. بس مؤخرا اتشال وزير التعليم، علشان طبعا هو اتشال علشان برلمان اتاجل الى اجل غير مسمى، وموضوع البرلمان ده طبعا موضوع، بس الواحد كل ما بيتكلم في موضوع بيجر موضوع. فانت بتلاقي زي ما قلت لك المنظومه كلها متهالكه، مسوسه ومصديه من تحت. انت لو جيت بنيت عماره، لو انت مش عامل اساسات قويه جدا، واخد بالك، والاساس ده بيتمثل زي ما قلت في التعليم والعلاج والثقافه والبحث العلمي، احنا ما عندناش اي حاجه من دول خالص. والدليل على ذلك انا كنت من 4 ايام ماشي في قلب مصر الجديده عند مدرسه عمر بن الخطاب، لقيت عيال لا تزيد اعمارهم عن 10 سنين، عيال واقفين لبعض، فين ياد السجاره؟ يالا فين السجاره؟ انا وقفت اتفرج وانا مذهول ومحبط. مشيت شويه ولفيت، لقيت عيال تانيين العين هدومهم واقفين بالفانلات الحمالات وعم يتخانقوا في الشارع، برضو لا يزيد اعمارهم عن 10 سنين. الحاجه الثالثه اللي برضو خلتني احس ان المستقبل أكثر سوادا وأكثر ظلمة وحلكة، إن أنا امبارح ماشي بالليل لقيت ولد على عجلة من اللي هم بيوصلوا الطلبات، لقيت عداش عمره 13 سنة بيقول لي عمو ممكن تقرا لي الورقة دي؟ تقول لي العنوان ده فين؟ قلت له أنت يا ابني ما بتعرفش تقرا؟ قال لي لا. تعالى بقى لدولة زي الولايات المتحدة، أنا أختي دكتورة في أمريكا ومعهاش لسه إقامة دايمة ومعهاش لسه جنسية أمريكية، ولكن هم موجودين على أرض الولايات المتحدة. بتقول لي لو لا انا ما دخلتش عيل من عيال المدرسه انا وابوه بنتسجن، مع انهم مش امريكان. فده بيرد لك على السؤال اللي احنا دايما بنقول، اللي احنا ليه احنا ربنا رزقنا من خيرات الارض. مصر ذكرت في القران ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ليه ربنا رزق مصر من خيرات الارض؟ ادها من الخيرات كل، ادها الشمس والموقع والميه والثروات المعدنية والبترولية والرمال والأرض الخصبة، وداها شعب عدده 90 مليون يشتغل ما يكنش، لا اشتغل، وفي الآخر شعب فقير شحات جاهل مريض لا يفقه شيء. لو كلمت مع أي واحد فيهم تحس إن أنت يعني قدام حيطة سد خلصانة ما فيهاش مجال. وعلى صعيد آخر دولة زي أمريكا، واخد بالك، تلاقي إن أمريكا مثلا الدولة العظمى في العالم. ليه؟ هو ده الرد. ناس بتهتم بالزرعة بتاعتهم اللي هي التعليم من الصغر. سعادتك لو جبت زرعة زرعتها لو ما هتطلعش كيماوي ومية نظيفة مش هتطلع لك زرعة كويسة، هتطلع لك زرعة خبيثة. فبالتالي احنا عندنا هنا الجنريشنز اللي طالع خبيث يقضي على المجتمع ألعن من يأجوج ومأجوج. ف
اتفرج على شكل الطلاب امام المدارس وامام الجامعات، تعرف مصر رايحه فين على طول، رايحه في 60 داهيه. ده اللي نفس الناس الاعلاميين يتكلموا فيه، يتكلم على الانفراستراكشر، البنيه التحتيه بتاعه المتهالكه خالص بتاعه البلد دي، اللي مش لا يمكن تقوم. اللي يقول لك لا مصر فضلها 20 سنه، لا احنا ما كنا من 20 سنه احسن من دلوقتي، ومن 50 سنه كنا احسن من 20 سنه بالمناسبه. يعني فمصر بتتاخر، الشعب المصري تاخر للوراء. انا ما بلاش اقول مصر، لان ارض مصر يعني ارض اشفق عليها من هذا الشعب بجد. انا متهيئ لو ارضي تتكلم كانت لطمت، كانت ضربت الشعب ده بالجزمه وطردته، الا من رحم ربي، بس عشان نكون عارفين، الا الناس اللي بتقول يا رب من قلبها علشان خاطر البلد، قبل خاطر مصالحها الشخصيه. ودول ناس لا انا اعرفهم ولا الاعلاميين يعرفوهم ولا اي حد يعرفهم. الناس دي قاعده في بيوتها، يعني الظلم والاجحاف والفوضى وكل حاجه سيئه، خلاص قعدتهم في البيت، قعدتهم في البيت مخليهم مش عارفين يعملوا ايه. فبالتالي لما تلاقي الولايات المتحده تقود العالم، لا حق تقود العالم، دول ناس بيصرفوا بعد ميزانيه الجيش اكبر ميزانيه بتروح للبحث العلمي والتعليم على طول. تخيل مدى حرصهم على تعليم الاطفال. انا اختي بتقول لي انا ابني في المدرسه هنا المدير سوبر ماركت يشتري زبادي، يمسك الزبادي يبص عليها مع انه عمره 6 سنين، يشوف تاريخ الصلاحيه قد ايه، يشوف نسبه الدسم فيها قد ايه، هو عايز الدسم ده ولا مش عايزه. هنا الطفل لو انت حطيت له جله جوه علبه واديتها له ياكلها. فبالتالي احنا بنرجع ونقول يعني، والاعلام كل ما يتكلم يقول لك ايه قطر وامريكا واسرائيل. اخي ما هو احنا لو دوله قويه واحنا لو عندنا منظومه محترمه، واخد بالك ازاي، محدش لن يجرؤ احد ان هو يشتمك، محدش هيجرؤ ان هو يقرب لك. هو حد يجرؤ يقرب للولايات المتحده الامريكيه؟ هو حد يقدر يجرؤ يقرب للصين؟ حد يجرؤ يقرب لروسيا؟ دول بتعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القران ايه؟ ما قالكش ولا قال لك وقل صلي وما قالكش وقل قل ما ان شاء الله، وما قالكش قل صلي اقعد تعبد الله واطلب منه ليل نهار، لا، لان العباده هي العلاقه بين الانسان وربه. فلذلك ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. اعملوا العمل. الرسول عليه الصلاه والسلام دخل على واحد المسجد كل ما يدخل يلاقيه بيصلي ويتعبد ليل نهار، قال له انت مين بيصرف عليك؟ قال له اخويا. قال له اخوك افضل منك، ده معناه يعني، واخد بالك ازاي. فاحنا لكن احنا قاعدين تقول لا 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 ان شاء الله المستقبل احسن، ان شاء الله بايه؟ فين الشعب ده اللي هيقوم البلد؟ فين العداله الاجتماعيه؟ فين 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 الحق؟ فين الحقوق؟ لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. فاحنا هنا شعب ملعون، انا بقول لك من الله سبحانه وتعالى. لان عايز تعرف هذا الشعب ملعون ولا لا، او هذا الشعب محترم ولا لا، بمنتهى البساطه لا، اعرف على ناصيه الشارع، اقف على ناصيه الشارع وشوف، شوف الناس بتسوق العربيات ازاي. هل في حد بيحترم اشاره المرور؟ هل في حد بيحترم لو في شيخ كبير او طفل عايز يعدي الشارع بيقف له الا من رحم ربي؟ هل في حد ما بيقعدش يستخدم الزماره الكلاكس بتاع العربيه ويزعج الاخرين؟ طبعا حكايه يزعج الاخرين دي مش موجوده في القاموس المصري خالص، مش مهم. ده على ذلك بيقوم فرح ولا حاجه، تلاقي مثلا موصلينهم عند بيت العروسه الساعه 2 بالليل ويضربوا بالالعاب الناريه، ما يهمهمش بقى حد عيان، حد نايم، حد عنده شغل الصبح، حد عنده امتحانات الصبح، حد بيذاكر، مش مهم. الكلام ده في اوروبا بقى بيعاقب عليه القانون ويدخل السجن فورا. في منظومه، في حاجه اسمها منظومه موجوده. احنا يعني انا اقول لك، انا النهارده مثلا كنت ماشي في الشارع فبشوف، انا طول ما انا ماشي بقعد بشوف تصرفات الناس، بشوف الناس اللي فاتحين محلات. واحد فاتح محل صغير بيبيع حاجه ساقعه وبسكوت بقاله، يعني راكب عربيه لانسر. محلات تانية بتبيع ادوات منزليه وحاجات بسيطه، الناس دي مالتي مليونيرات. ليه مالتي مليونيرات؟ ليه؟ لان هو بيروح يجيب اردع حاجه من بره،
لذلك الصين احنا دايما عندنا مفهوم ان الصين دي بلد ذات صناعه تعبانه. لا احنا لا، الصناعه الصين بتصنع اعلى المنتجات، واكبر الشركات في العالم توكيلاتها في الصين وبتتصنع في الصين، والبضاعه اللي بتروح والملابس وكل الماركات بتروح من الصين لامريكا، بس كواليتي تانية خالص. لكن احنا عندنا بنطلب اسوأ جوده. فتفتكر دول بيروحوا يجيبوا، فبالتالي الناس دي بتجيب بضاعه سيئه جدا، الناس دي مظبطه مع مافيا الجمارك ما بتدفعش ضرائب خالص، فبالتالي حق البلد رايح. تيجي البلد ما فيهاش فلوس ليه؟ البلد ما فيهاش فلوس الاسباب الاتيه: واحد، مين بيدفع ضرائب في مصر؟ محدش. مين في مصر اقام مشروع على ارض ودفع ثمن الارض بما يرضي الله؟ محدش. مين محل في مصر ما بيسرقش كهرباء؟ محدش. مين محل في مصر عنده بيسمح، عنده محلات اكل، فتح مشروع اكل او حاجه، بيسمح لبتوع الهايجين كنترول، بتوع اللي هم المراقبين الصحيين، ان هو يدخل مطبخ؟ محدش. او مين فيهم بيراعي ربنا في المطبخ؟ عايز تقولي لما احنا ما عندناش مطعم في مصر بترمي حته لحمه على الارض بيرميها في الزباله؟ لا، بيجيبها ويغسلها ويكمل شغله. انت لذلك احنا عندنا، انا ما باكلش في مطاعم خالص، ما بروحش. هل انت عندك في مصر، هقول لك ليه ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن البلد دي يقوم لها قومة ابدا، وليه ربنا وليه البلد دي ملعونة زي ما بيقول ربنا، الشعب ده ملعون مش البلد. ما عندكش عدالة، ما عندكش تعليم، عندك جهل، مفيش أمانة، مفيش احترام، مفيش مراعاة لشعور الآخرين، مفيش نظافة، مفيش نظام، مفيش حب وانتماء للبلد. كل واحد بيقول يلا نفسي، ومحدش، البلد ما تفرقش مع أي حد بالمرة. النهاردة مثلا تم تغيير وزاري، منهم اتغير منهم وزير السياحة، واحدة عندها على الفيسبوك هي مهماش، مين وزير السياحة؟ انت مهماش غير وزير السياحة، هي ما مصلحتها دي في القصة دي، ما يهمهاش حد تاني، ما يهمهاش مثلا جابوا، ما يهمهاش البلد كلها رايحة فين، ما يهمهاش منظر مصر أو مصر ترتيبها إيه بين البلاد المحترمة والبلاد الراقية في العالم. بالمناسبة احنا نتذيل العالم في كل حاجة، في الشفافية، في النظافة، في كل حاجة. والإعلاميين اللي يقول لك مصر لن تسقط أبدا، اللي خلاها ما تسقطش أرحمك، لا تسقط، ما تسقطش ليه؟ ما هتسقط قبل، مش كانت محتله قبل كده؟ مصر طول عمرها محتله، يعني سقطت، اللي خلاها ما تسقطش يعني هو اللي مش بيسقط مصر، عشان بس ما نظلمش مصر، هو اللي بيسقط الشعب اللي عايش على ارض مصر. الارض هي ما بتغيرش، بالعكس انت لو جبت اليهود هيشغلوا الشعب المصري كله، والشعب المصري هيبقى معاه فلوس اكتر من دلوقتي مليون مره، انا بقول لك بالامانه يعني. وده السر ان مخلي 15 مليون يهودي مثلا يتحكموا في اقتصاد العالم، هم اللي عملوا حاجه اسمها اقتصاد، هم اللي عملوا البحر الاحمر، هم اللي عملوا شرم الشيخ، هم اللي شقوا الطريق، شقوا الجبل وعملوا طريق ما بين شرم الشيخ وطابة، واسمها ودي واسمها دهب، وهم اللي عملوا نويبع، وهم اللي عملوا كل حاجه. انت لو سألت بتوع العرايشة، ودول الناس، واحد قالها لي هناك، قال لي احنا بنلعن اليوم اللي مصر خدت فيه العريش من اليهود، احنا كنا هنا بنأكل حمير تفاح، الراجل بقى لي كده، كان كلنا معانا فلوس، وكنا بناكل احسن اكل، وكنا كلنا بناخد مرتباتنا اول الشهر وما يرضي الله، واللي بيشتغل ربع ساعة زيادة بياخدها، وما كانش فيه محسوبية. اصل هو بيعملوا علشان كده بيقودوا العالم، بيعملوا، ماليش دعوه بقى هم بيعملوا ايه مع الاخرين، هم احنا بص، احنا هم اشد رحماء بينهم اشداء على الاخرين، لا احنا بأسنا بيننا، واخد بالك، احنا بأسنا بيننا، احنا الدوله الوحيده اللي في العالم، انا ده سافر دول عربيه ودول اجنبيه ودول فقيره ودول غنيه، الدوله الوحيده في العالم اللي المواطن بتاعها في بلده، اي واحد جاي من بلد تانية بيحترم اكتر من مواطن مليون مرة. احنا البلد الوحيدة في العالم اللي المواطن بتاعها مهان داخليا وخارجيا، وداخليا اكتر، لان هو لو ليه كرامة جوه بلده لم يكن له ان يهان بره بالمرة.
مش هيتهان في بلد تانية ابدا. وده اللي حصل لي لما كنت عايش بلغاريا، بلد فقيره جدا في الاتحاد الاوروبي، ما دخلتش شنجن بسبب الفساد اللي فيها، اتهموني ان انا خطر على الامن. بلطجه. لا، وعشان افهمك ان ده وجهه نظر المنظومه المصريه اللي يقول لك حسني مبارك. انا اتكلمت مع زكريا عزمي ايامها في 2010 على التليفون، وقلت له ان انا حصل لي كذا كذا وكذا كذا في بلغاريا. قال لي وانا مش عرفني انت عملت ايه هناك. ده رده، ويقول لك نظام مبارك. اللي طلعوا كلهم براءة طبعا، يطلعوا براءة طبعا، القوانين اللي طلعتهم براءة هم اللي حاطينها. والشعب لقط للجاهل، حاكمهم على بيحاكم مبارك على قتل الثوار، هو ما قتلش الثوار. وحسن مبارك وجاي يحاكم حسن مبارك على هدايا القصور وهدايا الاهرام، وسايب وساب فساد 30 سنة. عمل ايه في التعليم، وعمل ايه في العلاج، وعمل ايه في الشعب المصري والصحة والزراعة والتلوث، وعمل والعشوائيات والمحسوبيات والاداريات والفساد الاداري، وعمل ايه؟ حد حكمه على الكلام ده؟ ما حدش حكمه على الكلام. انا اقسم بالله يوم ما تسجن عرفت انه ياخد براءة. احنا بقينا عايشين في سيرك، سيرك منصوب تنطبق عليه المقولة يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. اوعى تفتكر يطلع لك. انا ما افتكرش ان دولة فيها اعلامي اسمه احمد موسى واعلامي اسمه مصطفى بكري ممكن تقول لها أمة بالدرجات دي. بتقول لي اقول لك طبعا احمد موسى ليه فشيخ لضبطه كل يوم في التلفزيون، لانه شغال عند ابو العينين صاحب قنوات صدى البلد. ابو العينين ملك صناعة السيراميك في مصر، مالتي ملياردير طبعا، عارف حكايته، كان متجوز إيطالية وأبوها كان شغال في السيراميك وهكذا، ده ولايك وقصة. أنا ما أعرفش خد الأراضي دي كلها اللي بنى عليها سيراميك كليوباترا، أنا ما أعرفش حد، أنا مواطن مصري وما أعرفش، ومن حقي إن أنا أعرف لأن الأراضي دي أنا ليا نصيب فيها كمواطن مصري. بس المصريين الشعب المصري ما بيفكرش بهذا بهذا الأسلوب، يعني ما بيفكرش إيه، ما عندوش وعي. هو المواطن المصري بوصل لمرحلة دلوقتي أنا يلا نفسي وخلاص، أنا ومن بعد الطوفان، واخد بالك؟ فبالتالي أنت بتلاحظ مثلا رجال أعمال مثلا محدش يعرف لهم أساس. افتح مثلا اكتب مثلا على الويكيبيديا مثلا، اكتب مثلا محمد الأمين بتاع سي بي سي مالتي ملياردير، أنا بقول أسامي واللي عنده حاجة يبقى يروح يرفع على قضية. كان شغال في الكويت، موظف في الكويت، كان بيشتغل في شركه باين بتصنع المراحيض والله العادات بتاعت الكبانيات، وبعد كده جه مصر بقى مالتي ملياردير. الجاب اللي في نص ما تعرفوش، ما تعرفش بقى ملياردير ازاي. احمد عز كان مطبلاتي وبقى مره واحده بقى مالتي ملياردير، وبقى متحكم في عنصر اساسي من عناصر الاقتصاد في البلد، وهكذا. ده اكتب اسامي الناس دي كلها. يعني دلوقتي مصر مليانه مليارديرات. الراجل مثلا صاحب جروب عامر جروب ده اللي هو صاحب البورتوهات، الراجل ده خد الاراضي ازاي؟ ما حدش يعرف. الراجل ده اتغنى ازاي؟ ما تعرفش. انا اعرف بقى كويس قوي ان سهل حشيش دي اعرف مين اللي خدها، وخدها المتر بدولار بدولار، وقطعها وابعها بالغلا والكوى، واخد بالك، واتعملت ريزورتات وبقت دلوقتي منتجع سياحي كبير جدا 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 في البحر الاحمر. هتلاقي الطويل والقصير وطلعت مصطفى وعائله سويرس. عائله سويرس اخدت الجونه دي، يا ترى دفعتوا حقها بما يرضي الله؟ يا ترى بتدفعوا ضرايبكم كويس؟ انا بكلم الكلام ده كله لكل المستثمرين في مصر. اذا كان اساسا اللي عندهم محلات بقاله ما بيدفعوش ضرائب، والمستورد ما بيدفعش ضرائب ولا بيدفع جمارك، من الاخر ازاي عايز يبقى في اقتصاد؟ انت بتتكلم على دخل هنا بالمليارات بالمليارات، وتيجي في الاخر الحكومه علشان تقول لك احنا نجيب منين، تقوم ضربه ايدها في جيب الغلبان. اول حاجه وش راح مغلي لك الكهرباء ومفيش كهرباء، وراح مغلي لك البنزين كله بما فيهم حتى البنزين، يا عيني اللي مثلا واحد عنده عربية 28 بنزين 80 بيروح يحط فيها، وراح مغلي لك وراح حاطلك العيش على البطاقة. أول حاجة، ده أول حاجة الحكومة عملتها،
يعني دي كانت الأولوية الحكومة، غلاء البنزين والكهرباء الطاقة يعني، وتحط العيش على البطاقة. في دولة في الدنيا بتحط العيش على البطاقة؟ يقول لك احنا، ما طبعا الحكومة بتستجهل الشعب والشعب اهطل، فالعملية ايه؟ ينطبق عليها الآية الكريمة: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسدين فاسقين. فالموضوع خلصان، فاستخف الحكومة لو عارفة إن في شعب يا حقوقه وشعب محترم إلا من رحم ربي، واخد بالك؟ تفتكر الحكومة كانت هتتصرف بهذا الشكل؟ اوعى تفتكروا إن الثورة اللي بيقول عليها ثورة يناير، طبعا دي ما كانتش ثورة يعني، يعني اه لأن الرموز اللي قوموها دول مش بتوع ثورات يعني. أسماء محفوظ بتاعت ثورة، إسراء عبد الفتاح نعرفها كويس من خلال شغل في التلفزيون الإيطالي، وشفتها أيام اللي بيقول عليها ثورة 25 يناير، وقفت معاها قدام نقابة المحامين، والله العظيم ثلاثة كانت واقفة تتلفت حوالين نفسها من الخوف وجريت جري. قلت لها عايز أتكلم، مرضت، جريت جري. تفتكر إيه لما واحدة وتخشى الإعلام، تخشى الإعلام، وشفتها دي ما بتبانش كده غير في الحاجات معينة يعني، مثلا لما قبل ثورة 30 يونيو، دي اللي كانت ثورة، دي اللي كانت ثورة، لأن احنا كان في نظام هيودي البلد في 60 نص يعني، هيقسم البلد، كنا هنبقى زي ليبيا والعراق وسوريا والكلام ده، دول الجيش المصري يعني، والسيسي أنقذوا مصر، ومحدش يعني ينكر للسيسي دوره، لأن السيسي كان ممكن يفضل قاعد على الكرسي بتاعه وبياخد مرتبه وتمام التمام. المهم، فالرموز اللي عملت اللي بيقولوا عليها ثوره، انت لو مؤمنه بمبدا انك بتقومي بثوره هتكوني خايفه هذا الخوف. انا بقول لك على حاجه شفتها بعيني، انا كل حاجه بقولها لكم من واقع خبرتي واللي انا بشوفه بعيني، مش قاعد على مكتبي ولا انا ما عنديش مكتب، انا بكلمكم البيت وما حلتش اي حاجه خالص، ويمتلكني الاحباط من ساعه ما رجعت من بلغاريا، ما عادش حلت اي حاجه خالص، اتعلمت اهلي صرفوا عليا قد ما صرفوا، اتعلمت احسن تعليم واشتغلت في اكبر الشركات الاجنبيه وكنت ماسك مناصب عاليه وعملت مبالغ كويسه، وكله ضاع بسبب ان انا مصري ليس لي اي قيمه، بسبب ان انا ماليش ظهر يقف ورايا. طلعت ده، انا طلعت مثلا في التلفزيون ايام ما رجعت من بلغاريا، حد عمل وقفه احتجاجيه قدام سفاره بلغاريا ان في مواطن مصري تهان، لكن عمل وقفه احتجاجيه ان في كلب اتقتل. حد عمل وقفه احتجاجيه لما انا اترفدت من التلفزيون الايطالي الراي اللي ليه مكتب في مصر ايام ثورة 30 يونيو، الاعتراضي على اسلوب بسوم والكذب اللي كانوا بينشروه واللي كانوا بيبثوه ضد ارادة الشعب المصري، وطلعت معه على الابراشي، وكل الشعب المصري، حد المصري شافني في التلفزيون، حد عمل وقفة احتجاجية قدام التلفزيون الايطالي، حد حاسبهم، حد عمل لهم حاجة؟ لا يزالوا احياء. انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، ده حالي وحال كل انسان محترم في مصر، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. مصر قالها لي دكتوري وأنا في الجامعة لما كنا في مشروع التخرج: يا ابني البلد بتاعت الرقاصين والحرامية والنصابين ولاعيبة الكورة، الحياة ده الواقع، بس المحترمين اللي في مصر مش باينين. المحترمين في مصر واحد زي الدكتور مجدي يعقوب. مجدي يعقوب ده حصل له ايه عشان بس تقول لي بلا؟ عشان بيزعلوا من لك بتنازل عن جنسيته ليه؟ يعني ايه جنسيه؟ هو انا بحب ارض مصر حتى لو معيش جنسيه مصريه، انا بحب الارض ذات نفسها، وما بحبش الشعب الا من رحم ربي برضه، واخد بالك؟ لان الارض دي لو بتتكلم كانت لطمت زي ما قلت من الشعب ده، وانا اشك ان احنا يعني احفاد الفراعنه، لان ربنا سبحانه وتعالى لما امر سيدنا موسى ان يضرب بعصاه البحر فانشق فعدى، بعد كده لما عدى قال فرعون كلهم غيرهم، فاحنا مش فضل بر الخدامين والحوش بتوعهم، اعتقد ان احنا امتداد لهذه السلاله. احنا بنعمل، انت بيجي الاجانب عندك قد ايه بيبهرهم لما يروح عند الاهرامات وبالهول، في حين يجي المواطن المصري يطرطر عند الاهرامات وشخ. فين بقى؟ فين انت عايز تفهمني ان احنا احفاد الفراعنه؟ مستحيل، مستحيل بالمره يعني. انت عندك هنا الوزارات كلها بلا استثناء، مين قاعد على الكرسي بيشتغل بما يرضي الله؟ الحكومات في العالم كلها شغلها الشاغل
انها تعمل وتسهر في سبيل الارتقاء بالمواطن وترفيه المواطن والعناية بالمواطن وإعلاء كرامة المواطن، هل إحنا عندنا حكومة بتشتغل بهذا الشكل؟ وزارة زي وزارة الخارجية دي، أنا هسمعكم مكالمة تلفونية دارت بيني وبين السفير أحمد راغب مساعد وزير خارجية للشؤون القنصلية، يعني ده بعد الوزير على طول، مسؤولين عن القنصليات بتاعتنا في العالم كلها. لما كلمته على موضوعي بتاع بلغاريا في التليفون، والمكالمة اهي اسمعوا. الو الو، ايوه ايوه، مين معايا؟ انا السفير احمد راغب. اهلا بيك، صباح الخير. صباح النور يا فندم. مع حضرتك المهندس وائل نبا. الله يخليك، الامر لله. حضرتك انا كنت بتكلم بخصوص موضوع بلغاريا، اعتقد ان حضرتك عرفت بهذا الموضوع. اه طب طيب دلوقتي انا كنت بكلم السفير اشرف الخولي من كام يوم. رد رسمي جاء من السفير البلغاري وهو طلعوا عند حضراتكم بحيث يكون في الملف بتاعي، فانا اود لو اخد تدوني يعني نسخه منه، او تدوني يعني منكم انتوا بالنيابه عن هذا التقرير، او اطلع عليه. انا ما جاليش لسه وائل، ما جاليش من 10. فالكلام ده انما لما يجي لي هقول لك. بس اتفضل. I don't have any objection. حقك. تمام طبعا، حقك تطلع عليه او نديك افاده بيه رسم رد السفير البلغاري. طب انت بتكلم اشرف؟ والله احنا كنا بنتكلم، الكلام ده كان من اسبوع يعني او من 5 6 ايام، فما اعرفش. عايزين نتجدد. طب استناني دقيقه واحده يا راجل، معلش. اتفضل، مع حضرتك. انا اللي طالبك مش كده؟ بالظبط كده، يعني مش هغرمك. انا على فكره انا I would like to meet with you، يعني if it's possible. فندم؟ لو ينفع اقابل حضرتك اكون شاكر يعني. ده انت تقابلني ونص. ده انا بسمع، انا اسمع ان حضرتك سمع كويس، واتمنى ان حد. لا ما تصدقش. نشوف ناك. يا ريت حضرتك. يا ريت نتقابل ونتغدى في حته كمان. يا بي الله يخليك، والله والله انا يعني انا اود لما بقابل انسان احس ان هو، لان انا حاسس بالغربه في بلدي، اظن مش هقول لك كلمه اكتر من كده. فيا ريت لو تخليني اقعد مع حضرتك شويه. هنقعد والله، هنقعد. ايه البيك دي؟ انا ما بخافش. لا 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 خالص، انا اقصد يعني فضي لي شويه من وقت حضرتك. الله يخليك. ايه يا وائل، بتتكلم في كلام فاضي. طب ماشي، بس يبقى بس يعني نقعد نتكلم اوبجيكتيفلي. بالظبط كده. باين عليك راجل يعني متحضر. انا مش هتكلم اي كلام من غير مستندات. لا بص، انا موضوع المستندات ده اصله، ما انا عاوز اتكلم معاك لما نقعد. موضوع المستندات انت قد يكون ليك حق 1000%، 100%، بس قدرتي انا كحكومه مصريه، ما بكلمكش بقى كمان كمكتب مساعد ولا كوزاره خارجيه، كحكومه مصريه ما مدى حدودي؟ خد بالك هنا اللي هنتكلم فيه. حضرتك واحنا قاعدين هتقول لي بص اهو، وشاهد شاهد من اهله. اول حاجه هو المكالمة دي، بص حوالي 4 دقايق فيها كذا حاجة. أول حاجة لما أنا بكلمه فبقول له إن في رد من الخارجية عايز تطلع على اللي هي طبعا من حقك، الرد أنا معرفش عنه أي حاجة لحد دلوقتي بخصوص موضوعي في بلغاري. لما بقول له عايز أقابلك قال لي طبعا ونتغدى في مكان، أنا كلمته بعد كده ما ردش عليا ولا مرة. فده هنا بيبين لك الحكومة المصرية بتتعامل إزاي مع المواطنين بتوعها، فبالتالي لا نعتب على الدول الاخرى انها تدينا بالجزمة، احنا مش ولاد بلدها. تلاتة، ودي اهم حاجة، لما قال لك ايه، لما بقول له ان انا معايا مستندات تثبت حقي تماما في موضوع بتاع بلغاريا ان هم اتهموني خطر على الامن، فقال لي ايه، قال لي قد يكون معاك من المستندات اللي تثبت حقك 1000000%، ولكن انا حدودي كحكومة مصرية فين؟ قد يكون معاك مستندات تثبت حقك 1000000%، ولكن انا حدودي كحكومة مش وزارة خارجية مصرية فين؟ اللي يسمع دي يعرف ايه؟ لما يجي لك مواطن مصري وتعرف ان ليه حق، هل دي لها حدود؟ خصوصا اذا كان اهين من الاغراب. امال لو معيش حق كنت عملته فيا ايه؟ انا رفع قضيه على الخارجيه المصريه في المحاكم المصريه، قضيه تعويض
لتقاعسهم في حمايتي وحماية استثماراتي في دولة بلغاريا. القضية دي بقى لها 3 سنين ونصف أول درجة، ما قدموش ولا مستند. كل اللي قدموه مذكرة بتاعة المحامي بتاعهم، واللي هي تصب في صالحي بيردد كلام البلغاريين وكأن أنا عدو. هو بيعتبرني أنا عدو وفي أول درجة، وده بين لك القضاء المصري برضه. 3 سنين ونصف أول درجة، يبقى القضاء ازاي؟ يبقى الناس تلجأ للقضاء ازاي؟ ده برضو بيقودنا الى حاجة تانية خالص تانية برضو، ده اللي بيخلي ان ناس كتيرة جدا لا تحترم القضاء وما بتخافش، لان فيش القانون بطيء عنده علة، مريض مشلول. يعني كان في ناس هنا عايزة تسرق ارض بتاعت واحد ارضه ملكه، عين عينك كده، ويبنوا عليها عمارة، ويفضل الوضع كما هو عليه اعتمادا منهم، معتمدين ان مفيش قضاء. حلنا بقى، يقول لك هتاخد لها سنين في القانون، نكون احنا بنيناها وبعناها. فانت بتتكلم على الواحد بقى خايف وتيجي. انا شخصيا لو اتعرض عليا جنسيه اي بلد تانية وقال لي تنازل على الباسبور، ما هتنازل عنه. انا بحب مصر. وماله ومال ان انا، هو الجنسيه يعني ايه؟ باسبور يعني ايه؟ يعني حاجة تحميك، يعني ده الحماية، ده ظهرك، لو جيت تقع يقوم سندك. يقدر مواطن أجنبي يهان في مصر؟ أنا رحت شرم الشيخ والغردقة، الأجانب عايشين أحسن من بلدهم مليون مرة، والمصريين شغالين خدامين وشحاتين. المواطن المصري في بلده درجة 10، وبره درجة 1,000,000. ومبتفرقش معاملة المصري في الداخل عن الخارج إلا بره، بس حكاية الإقامة فقط، عنده إقامة ولا ما عندوش. بس بالعكس، أنت لو عندك إقامة بره وعايش في حالك، الناس بتحترمك أكتر منها مليون مرة، بتاخد حقك. أنا إخواتي عايشين بره ومبسوطين عننا مليون مرة. أنا واحد صاحبي بيشتغل في السودان بيقول أنا مبسوط عن مصر أكتر مليون مرة، الشعب أطيب من المصريين. فلو عايز الناس عايز تعرف مستقبل مصر رايحة فين، في نصيبة شعب لا يعمل، شعب كسول. ومن أعمالكم سلط عليكم ربنا، ولعشان كده ربنا رزقكم بحكومة لا تفقه شيء. لما بقى عندك واحد زي أحمد راغب ده، مساعد وزير خارجية للشؤون القنصلية، يقول لك أنا حدودي كحكومة مصرية إيه؟ مرتبه بياخد كام في الشهر؟ وبدلات سفر، وبدلات لبس، وبدلات حمى، وبدلات خطوتين من المكتب لدورة المية، وبدلات مش عارف ايه، مش كل ديت من فلوس الدولة؟ وجنبه على طول مبنى الاذاعة والتلفزيون بتاع ماسبيرو، قدر لي خلال الشغل في التلفزيون الايطالي ان انا ادخله، في حوالي 40,000، كلهم مرتباتهم اقل مرتب جوه اللي بيكنس الارض من 3,000 جنيه، كلهم قاعدين والله العظيم ثلاثة، والله العظيم حاجة يرثى لها، مرتبات ناس بتستنفذ الملايين من المرتبات كل شهر، من الفلوس كل شهر، من عرق الدولة، من دخل الدولة، ولا يعملوا بساغخ. تلاقي واحدة قاعدة تقمع بامية وبتقطع فاصوليا وبتقول هما ليه أمتى هيزودوا لنا مرتباتنا، وزعلان مرتبها بيزيدش. فين العمل؟ هل تفتكروا إن ربنا ممكن يبارك في شعب ما عندوش انتماء لبلده؟ وهيجي واحد يقول لي يا ما انت عايز تتنازل على الجنسيه. تنازل عنها ليه؟ لان انا دلوقتي مش انتمائي لارض البلد ملوش علاقه بالجنسيه، الجنسيه سبب في مشاكلي، سبب ان انا بقيت قاعد في البيت، سبب ان انا بقيت اخد فلوس من ابويا عشان يعيشني اللي عمره 80 سنه، بدل ما انا ساعده دلوقتي واقف جنبه بقى هو اللي بيساعدني، بتقاسمه معاشه، مش لاقي شغل لان ما عنديش واسطه، مش معرس، ما بطلعش في لان لو معرس كان زمان شغال في التلفزيون الايطالي وباخد لي مرتب 1500 دولار بالدولار، كنت بقبض واليوم الزياده ب 100 دولار وبقلب رزق، وهقلب رزق من هنا ومن هنا، وكان زماني دلوقتي فله. لا، بقيت قاعد في البيت عشان طلعت انسان محترم، واخد بالك ازاي؟ وكنت حريص، الغيره خدتني على بلدي. حد بيتكلم عن الناس دي؟ ده راجل اعلام الاجنبي اللي لهم مكاتب في مصر هنا. احنا علمنا الاجانب الوساخه والسرقه. مكتب زي التلفزيون الايطالي ده مشغل كل الناس من غير عقود، يقدر يعمل ومشاني في يوم وليله عشان قلت لهم لا انا مش هسمح بكده.
يقدر يعمل كده جوه، هو لو ايطالي جوه بلده ما قدرش يعمل كده. التلفزيون السويسري بيشغل الناس من غير عقود، كل التلفزيونات هنا في مصر بتشغل ناس غير من غير عقود، ما عدا يمكن الزد دي اف الالماني بيشغل ناس بعقود. شوف انا بصراحه لما جيت ادور على شغل ما لقيتش شغل، كل حاجه في مصر عباره عن مافيا مافيا. وفي الاخر انا وانا من اواخر الثلاثينات لحد عمري 47 سنه دلوقتي ما حلتش اي حاجه غير شقيت اللي قاعد فيها، واتقاسم معاش ابويا. لو انا عييت دلوقتي مش هلاقي فلوس اتعالج بيها، لو انا محتاج عمليه مش هلاقي فلوس اتعالج بيها. انت في مصر ماشي ظهرك عريان تماما تماما، لو عييت مفيش دوله هتعالجني. البت مات عمرها 10 سنين، دخلت تعمل عملية اللوز محدش كاب سيرتها، وأكم 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 من الناس بتموت بهذا الطريق. هنا أنت عندك ويجي في الآخر محل بيقول لك هو في دولة في الدنيا تذكرة المترو فيها بجنيه؟ آه روح أمك، آه وأرخص من جنيه. أنا في بلغاريا بتعمل اشتراك شهري بخمسين ليفا يعني ب25 يورو، بتركب ليه جميع المواصلات ترولي وكل المواصلات الحكوميه كلها بما فيهم المترو طول الشهر بال 25 يورو دول. وفي المانيا زي كذا، كل اوروبا كذلك. ولما تيجي تقارن ولما تيجي تتكلم، هو لو كان لقى واحد يصده لما قال الكلام ده في جامعه القاهره، لو كان لقى واحد يصده طالب قال له انت بتكذب علينا، انت بتنصب علينا، انت لا ترقى انك تكون رئيس وزراء، ما كانش يجرؤ انه قال كده. لكن عارف ان اللي قدامه محدش هيرد عليه، فبالتالي ومن اعمالكم سلط عليكم. هو كده لن ترقى هذه البلد. انت عندك وزير زي في دولة في الدنيا تجيب وزير كهرباء اسمه شاكر، ده شاكر ده وزير كهرباء. هل تعلمون ان شاكر عنده اكبر مكتب استشاري هندسي في مصر كلها؟ مكتب شاكر للاستشارات الهندسية. عمرك شفت دولة بتجيب واحد عنده بيزنس وتحط وزير في نفس البيزنس عشان يستغل نفوذه لصالح البيزنس بتاعه؟ وفي ايه؟ في مجال الكهرباء، هو مش هيروح يدخل فيها كهرباء. عايز تفهمني ايه؟ عمرك شفت دولة يتكلم فيها واحد شغال في الخارجية ويقول انا حدودي كحكومة مصرية ايه حتى لو انت معاك مستنداتس بتحقق 1000000%؟ عمرك شفت دولة في الدنيا الحكومة بتتكلمش غير على غلاء الأسعار وغلاء الكهرباء وفي الآخر ما بتقولكش أي حاجة عن بكرة؟ ما بتقولكش الدخل هيعلى إزاي؟ أنت هتعملوا إيه في التعليم؟ التعليم المتهالك، التعليم اللي شك الجيل الجديد اللي طالع ده، ده يأجوج ومأجوج، ده سيأكل الأخضر واليابس. هتعملوا ايه في العلاج، في السكن، في الاكل والشرب؟ ما دي ما هبصوا الحكومات في العالم بيشغلها حاجات اساسيه، اول اي دي موفراها في كل حكومات العالم، التعليم، العلاج، السكن، والاكل والشرب. ده موضوع منتهي. في اوروبا سواء دوله غنيه ولا دوله فقيره، الزبال بيقعد بيروح يصيف وبيسافر وكل حاجه وبتعالج احسن علاج. لما انا دلوقتي لو انا عندي ابن وما حلتش فلوس وابن ده حصل له حاجه وجيت اعالجه قالوا لي احنا محتاجين 100000 جنيه عشان اعالجه انا معيش والواد راح ميت لا قدر الله، انا بقى تفتكروا ساعتها اقول تحيا مصر؟ انا لحد دلوقتي ما اتجوزش عشان كده، ما عنديش دخل وما عنديش شغل، هتجوز اعمل ايه؟ منين بمنين؟ هعلم ازاي؟ وهكبر ازاي؟ وهعالج ازاي؟ اذا كنت مش عارف اعالج نفسي ازاي؟ وفرحين بس نتريق، احنا قاعدين طول النهار نتريق على الاخرين، نتريق على قطر ونتريق على روسيا وعلى على امريكا ونتريق على اسرائيل ونتريق على زيد وعبيد. ملكوش دعوه بالدول التانية، انت خليك قوي محدش هيتكلم عليك. تفتكروا إن 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 دولة ممكن تقوم بهذا الشكل؟ الناس ما بتحبش بعضها،
مين بيحب ارض مصر؟ مين ما بيرميش ورق على الارض؟ بص انا عايز اخلص عشان هيبقى في جزء تاني. لن تقوم دولة وفيها نصب، وفيها تهرب من الضرائب، وفيها تهرب من الجمارك، وفيها فساد إداري، وفيها ناس لا تحاسب، وفيها ظلم، وفيها ناس بتموت من الجوع، وناس بتموت عشان معهاش فلوس تعالج عيالها، وفيها ودولة تحترم الراقصات والعاهرات. وده اللي بيتعرضوا في التلفزيون، لما والي براش يجي يطلع لك سفينار سما مصر ويطلع لك سفينار بعدها بيومين، تفتكروا ايه؟ المكالمات التليفونيه اللي هو الرقم المختص اللي بيحطوه عشان تتصل، المداخلات بتاعت، انتوا فاكرين الاعلام بيعمل مداخلات ليه؟ عشان تبلغ مشكلتك. لو الاعلام عامل المداخلات عشان تبلغ تقول رايك فعلا وتبلغ مشكلتك لو عندك مشكله، كان هيعملوها الدقيقه ببلاش او بسعر رمزي جدا، لكن سعادتك الدقيقه ب 3 جنيه وتتصل وتفضل ملطوع على الانتظار، ويا لقطت معاك يا ما لقطتش، وغالبا ما تلقطش، ما بيس يعني ما في الاخر ما تلقطش، ده نفسك دفعت لك 10 جنيه، لان فبالتالي دي مش سرقه. عشان لما جيت قلت لكم قبل كده الاعلام في مصر اعلام تجاري، اعلام رخيص واعلام واطي، واللي شغالين فيه واطيين. لن تقوم لمصر أم بهذا الشكل بالمرة. أنا بمشي، أنا بقوم الصبح من النوم ما بعملش أي حاجة خالص، الناس شغالة، البلد قايمة على الفهلوة وشايلنا وشايلك، والنصب والاحتيال، واللي يسرق الأول يهبش الأول، واللي يجري الأول يهبش الأول، والكذب والنفاق. تقوم دولة إزاي؟ والله العظيم ثلاثة مصر دي ماشية لحد دلوقتي بالناس القليلة اللي فيها اللي بتقول يا رب من قلبها، يا رب احفظ البلد دي من قلبها، عشان الأذان اللي بيترفع في البلد دي بس. وإلا غير كده والله العظيم كان ربنا خسف بهذه البلد الأرض. الأمراض اللي مالية البلد، والناس اللي بتموت فجأة، والشحاتة والجهل وكل حاجة، وجاي نشحت من الآخرين، كل ده بسبب إيه؟ لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. إن الله لا يغير ما بنفس حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرحمة فوق العدل، فين الرحمة؟ الطب في مصر بقى مهنة تجارية، انت بتدخل لأستاذ دكتور تقعد عنده دقيقة ياخد منك 300-400 جنيه، ليه؟ ايه المجهود اللي انت عملته؟ عشان ايه؟ اللي بيشتغلش في، انا بشتغلش دلوقتي ما عنديش شغلانة. أنا لو في دولة تانية محترمة، لو في منظومة محترمة، ماليش دعوة بالدولة، منظومة محترمة، أو في وسط شعب محترم، كنت بعد ما طلعت مع وائل إبراشي وفضحت التلفزيون الإيطالي وناس عرفت إن أنا مواطن مصري أصيل محترم وطني، كنت اشتغلت تاني يوم الصبح وشغلانة أحسن من اللي أنا شغال فيها في التلفزيون الإيطالي، لكن قعدت في البيت شلتها على قفايا. يعني أنا لو جات لي أي فرصة دلوقتي أسافر بره مش هرتب البلد تاني نهائيا، مش عايز اعتبها. اخواتي كلهم هجوا من هنا، كلهم هجوا ومبسوطين بره. الحقيقة الحال يرثى له. انا بمشي في الشارع في منتهى الاحباط، بقول بكره في ايه، معرفش بكره في ايه، وخايف من بكره. لو عيت هعمل ايه؟ لو جالي مرض خطير هبيع شقتي عشان اتعالج واقعد في الشارع؟ في دولة هتقف في ظهري؟ مفيش. احنا عندنا الامور هنا عبارة عن رد فعل وليس هناك قانون. يعني السيدات اللي هم بتوع الزمالك اللي كانوا بيتظاهروا دول، بص عشان تعرف برضو الشعب قد ايه قلبه اسود، لما كانوا عاملين وقفة احتجاجية سيدات المجتمع المصريات عشان الكلب اللي مات، طبعا انا ضد تعذيب الحيوانات، انا عندي قط في البيت بحبه اكتر من نفسي، السيدات المحترمات دول جات لهم واحدة ست شايلة ابنها رضيع ومريض، بتقول لهم طب خدوا ابني عالجوه. الأصل في التعامل بين الناس هو حسن النوايا، دول على طول افترضوا سوء النية وقالها روح اللي بعتك، فاكرنا حد مسلطها سلطها عليا، تقول لكم ابني خدوه عالجوه.
صعب عليكم الكلب علشان الاعلام عمل عليه ضجه، وعارفين ان انتوا لو بتنزلوا كده يعني بيبقى لكم برضو ايه يعني برستيج يعني، ولم يهمكم الطفل المريض. وفي الاخر محلب محلب قبله، يعني محلب بيحل المشاكل اللي ايه اللي يصادف ان الاعلام لقطلها الصوره لقطلها الفيديو، زي الحاله دي وزي الحاله بتاعت سواق التاكسي اللي التاكسي بتاعه اتحرق بسبب مظاهرات الاخوان، قبله اداله تاكسي. هم دول حوالتين في مصر بس، مفيش ملايين الملايين من الناس المرضى والاطفال المرضى واللي بتموت والناس اللي يعني هنا مثلا في جسر السويس هنا جنبنا هنا في 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 النزهه الجديده مثلا، هنا المحور اللي عمله اتعمل من محور توسيع الشارع بتاع المطار ده، المحور بتاع الكليه الحربيه اللي اتعمل دهوت، وسعوا الشوارع بدرجه رهيبه جدا وبقت شوارع هاي واي طرق سريعه يعني، ومن غير ما حطوش في دماغهم البني ادم هو بيعدي انها مناطق سكنيه. بره لما بيعملوا اي مشاريع بيحطوا في دماغهم اول حاجه سلامه المواطن وصحه المواطن وقيمه المواطن، دول ما حصلش الكلام ده. فبالتالي ناس كتيره جدا ماتت وهي بتعدي الشارع، منهم ابن بواب عندنا جنبنا هنا. عيل عمره 21 سنه مات وهو بيعدي الشارع، هيعدي ازاي؟ انا كل ما بعدي بتشاهد. مؤخرا عملوا مطب واحد. مؤخرا عملوا مطب واحد فقط. ناس ماتت، اهو ده لو في اي بلد تاني كان رفع قضيه على الحكومه وكان خد ملايين الملايين، ولكن لا يزال بواب وبيشتغل وبيمسح ولا عمل حاجه ولا رفع قضيه ولا حاجه، لان هو جاهل، ما هو مش عارف حقه. لان الدوله مستلطخاه وهو جاهل. وخلاص والواد مات وخلص وعدي يا ليلى وخلاص، ماشيين احنا بعدي يا ليلى. اسرائيل الحكومة الإسرائيلية تعمل لخدمة المواطن الإسرائيلي. يقدر نتنياهو يمسكوه يعني يتقاعس في شغله أو يسرق قرش يتسجن الصبح. بقول لكم على إسرائيل العدو بتاعنا. بس يعني ناس بتعمل ربنا مديلها على قد عملها. الصين في الثمانينات كان كل الصين بتركب عجل، تاني اقوى اقتصاد في العالم دلوقتي. سنغافوره سنه 65 لما سابتها ماليزيا، تخلت عنها ماليزيا، كان يوم اسود على سنغافوره. ليه؟ ما عندهمش موارد طبيعيه. عشان بس انا هرد عليكم دلوقتي اللي يقول لك ايه اصل البلد ما كان فيهاش فلوس يجيب منين. لا يجيب، انا بتكلم كلامي ده للسيسي، يجيب منين؟ اقول لك تجيب منين. سنه 65 ماليزيا تقررت انها تخلى عن سنغافوره. بلد ما فيهاش اي موارد طبيعيه بالمره، بل بالعكس بتستورد المياه الشرب وتستورد الرمل اللي بيبنوا بيه البيوت. انتشرت الجريمه في ماليزيا وكان في سنغافوره وكانت من اخطر بقاع الارض. بعد مرور 49 سنه اصبحت ماليزيا خامس اقوى اقتصاد في العالم ومن اعلى الرواتب والدخل في العالم. بلد يسكن ماليزيا 4 مليون واحد، بيدخلها سياح 5 مليون واحد، سياح اكتر من عدد السكان. اهم ميناء تجاري في اسيا كلها، واخد بالك؟ اعلى مستويات التعليم في العالم، اكبر دولة بتدر دخل بالعملة الصعبة في اسيا، تاني انظف اكل في العالم بعد اليابان. الدخل القومي اللي بيجيبه 4 مليون واحد في السنة 300 مليار دولار، في أرض مساحتها لا تتجاوز تمن سيناء، مساحتها 719 كيلومتر مربع. بس إيه بقى؟ عملت إيه سنغافورة؟ استثمرت في الإنسان. يعني إيه؟ أول حاجة راحت بعتت بعثات بره الناس تتعلم أحسن تعليم، والناس دي جت اشتغلت بما يرضي الله عشان الدولة وعشان الأرض وعشان الشعب. أثروا البلد ونهضوا بالبلد. بالمعادلة بالورقة والقلم تفضل سنغافورة دولة شحاتة ومنتشرة فيها الجريمة، ما عندهمش موارد طبيعية خالص نهائي، ولكن عملوا فصير الله عملهم ورسوله والمؤمنون. هم دول ديانتهم بقى ده قصة تانية، ده حاجة بينهم وبين ربنا معرفهاش، ماليش دعوة بيها. انا لو امسك رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء اول حاجه اعملها انا اعرف مين عمل ثوره اقتصاديه، يا في سنغافوره يا ماليزيا يا تركيا
يا البرازيل، أو الدول دي كلها، الدول اللي كانت دول من 30 سنة دول يعني تعط في ظلمة وتعيش في ظلام دامس من الجهل ومن السرقة، ودول ضايعة من 30 سنة. مهاتير محمد مسك ماليزيا في الوقت اللي مسك فيه حسني مبارك، كانت مصر أحسن من ماليزيا وقتها مليون مرة. أصبحت دلوقتي ماليزيا أحسن من مصر مليونين مرة. شعب يعمل، حكومة تراعي الله. الشعب من الحكومة والحكومة من الشعب. أنا بقى فأنا أرجع لو أنا رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، أول حاجة أعرف مين أجيب واحد من الناس اللي عملت ثورة اقتصادية وغيرت حال بلاد، واحد من الناس دي، وعينه استشاري رئاسي للرئيس ليا. لو طلب مني مليون دولار في الشهر أديها له، ويقول لي ولا تضلين آمين وأمشي وراه. بس البلد هترقى. احنا شعب ما بيمشيش، يعني لو اشاره مرور مثلا مش واقف عليها الضابط وماسك وبيعمل مخالفات، حد يحترم اشاره المرور؟ ما حدش بيحترم اشاره المرور. مين في مصر بيجيب شحنه من بره ويدفع ضرائبها او جماركها؟ مين بيدفع جمارك في مصر بما يرضي الله؟ مين رجل اعمال مصري في مصر خد اراضي من الدوله ودفع ثمنها بالعدل وبما يرضي الله؟ مين؟ ما حدش. مصر دي بلد نهبت منهوبه والله العظيم، واللي نهبها شعبها. الشعب المصري أخطر على أرض مصر من أي عدو خارجي، لأن الشعب المصري في إيده إنه يخلي مصر أرقى البلاد، وفي إيده إنه ينهار، يعني ياخد البلد دي تحت سبع أرض. وده اللي بيحصل وبسرعة الصاروخ. أنا كنت متنبأ، أنا كنت عايش في مصر وشغال في شركة أجنبية كان فيها قانون والله العظيم. الشركة دي كان فيها حاجة اسمها ethics، أخلاقيات. كان عندنا واحد في الشركة دي فتح بيزنس خاص بيه وفي نفس الوقت شغال، رفضوه. لكن انت عندك وزير كهرباء وعنده اكبر مكتب استشاري هندسي في مصر اسمه شاكر. يبقى قابلوني. وفي الاخر قاعد حاسس نفسي منقوع في برميل خرا مش عارف اخرج منه. انا ساكن في النزهه الجديده. المنطقه دي كانت انظف مليون مره سنه 2000 لما قبل ما تترصف عند الوقت، لما كانت لسه رمله عند الوقت قبل ما يسكنها الناس. بيبقى صندوق الزباله مرمي كده والناس تيجي ترمي الزباله في الشارع، والناس كلها وفي ناس متعلمه جدا. بالعكس، هو لما بقول تعليم وبقول ثقافه انا بتكلم مش عن واحد يتعلم في مدرسه، لا 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 خالص. يعني واخد بالك ازاي الانسان يبقى عنده ethics، اخلاقيات؟ مفيش، معدومه تماما الا من رحم ربي. كل اللي انا بقوله ده الا من رحم ربي. والله يا شعب مصر ما هتقوم لك قايمه بهذا المنظر، ولن تكون لك قائمه لما تجيب اوطى خلق الله وتجيب الراقصات والعاهرات وتعمل لهم قيمة وتطلعهم في التلفزيون، والمواطن المصري يفضل درجة 10 في بلده، ويجي أي واحد من بره يبقى له قيمة في مصر أكتر من المواطن المصري. لن تقوم لك قومة الشعب ده أبدا، ولن تقوم للشعب المصري قومة طول ما فيه واحد اسمه مصطفى بكري وإعلامي آخر اسمه أحمد موسى. سلام عليكم.